اللباس التقليدي في المغرب. نال اللباس التقليدي المغربي شهرة واسعة في مختلف بلدان العالم، وهو جزء لا يتجزأ من التراث المغربي الأصيل الذي يعد إحدى الركائز البارزة للحضارة المغربية. ويعد القفطان المغربي من أقدم الألبسة التقليدية وأرقاها، ويؤكد المؤرخون أن ظهوره يعود إلى عصر المرينيين سنة 1269 ميلادية، أي منذ حوالي 800 سنة. وكان هذا الزي منتشرا في الأندلس، ويعتبر المغاربة قفطانهم رمزا بارزا من رموز ثقافتهم الشعبية الأصيلة كالطربوش الأحمر وأكلة الكسكس. ومهما تنوعت أصناف الألبسة المتوارثة تظل للقفطان الغلبة، إذ لا منافس له في عالم الأزياء، بل إنه يعد مفخرة جميع النساء المغربيات اللاتي يفضلنه في الحفلات والأعراس. ومما زاد من قيمته وانتشاره إقبال الفنانات وسيدات الأعمال على ارتدائه، وبذلك تمكن الزي المغربي من الوصول إلى الشهرة العالمية. ومما أعطى للقفطان مرتبة الريادة بين الألبسة الوطنية والعالمية كونه لباس تلبسه الصغيرات والكبيرات، كما أن المصممين يدخلون عليه كل سنة تقريبا تجديدات تضفي عليه أباهة وجمالا، فلا يمله الناس ولا يتقادم في نظرهم رغم مرور. يضاف إلى ذلك أنه يخاط ويطرز وتصنع أزراره يدوية، ولا تتدخل الآلات إلا عند صنع الأثواب، كما أن جميع الألوان تصلح للقفطان المغربي، وبهذا صار ينافس علامات الموضة العالمية. وتتميز كل منطقة في المغرب بقفطان خاص بها، انطلاقا من أقصى شمال المغرب إلى أقصى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، حيث تتنوع أنماط الطرز والإبداع، وتتعدد أساليب الخياطة والابتكار.